سنتين ثلاثه عم بشتغل مع اشخاص بالادوكيشنال ثياتر اللي نحن عم نعمله هلا هون مثل هذا الوركشوب اللي هو بيعلم اشخاص باشنت مش ضروري يكونوا بروفيشنال حتى يبلشوا يطلعوا بطرق اذا بدك كيف بيمثلوا. هذا العرض هو نتيجه ورشه 6 ايام عملناها مع الشباب. كان الهدف الاساسي انه يختبروا العاب مسرحيه وانه يقدروا يكتبوا نص من طلعنا من جرايد اخبار وقدرنا نخلق نص ونخلق حبكه. الحبكه هي انه في ناس عايشين ببنايه واختلفوا وما حدا بيعرف شو الاسباب، كل حدا منهم عندهم سببه. واشتغلنا مع الدميه، عملنا شويه صناعه وتحريك وتمارين لها علاقه بتحريك الدمه. عمل كثير حلو عشنا فيه كعائله وحده، يعني ما تغير علي شيء. انا كلوياكر على طول ضمن لوياك بحس حالي ضمن عائله، ولما جيت لهون كمان بعدني ضمن عائله. كان شغلك شوي فيه شويه صعوبه، بس مع مساعده المدربين والدعم اللي قدموه كان كثير سهل صراحه. لوياك keeps surprising us more and more. كل مره في شيء، بحب المسرح من زمان. لوياك هلا اعطتني الفرصه انه انا شارك بهذا الشيء وطلع بهذا الشيء اللي هو كان عباره عن ثيرابي بالنسبه لي، سبيشلي بعد انفجار بيروت ب4 اب. بدي اشكر سيناريو كثير، بدي اشكر كل المنتورز بسيناريو، صبا، نانسي، لما. مره ثانيه ثانك يو لوياك وسيناريو.